بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في تكمله كورس الكونفيجريشن مانجر. النهارده هنتكلم عن الابلكيشن ديبلويمنت. انا جبت الابلكيشن بتاعي اللي هو 7 زيب، ده اللي هعمله ديبلوي. انت مجرد لو دخلت على الانترنت 7 زيب دوت اورج سلاش داونلود هتلاقي الفايل اللي هي دوت ام اس اي، دي اللي احنا محتاجين نعمل لها داونلود علشان نعمل لها ديستريبيوشن باستخدام الكونفيجريشن مانجر. انا عندي داونلود للفيرجن ال 64 بت من الام اس اي، وجيت على السيرفر هنا. كل اللي انا عملته حطيتها على السيرفر. المفروض هعمل لها شير، نسميه ابس، واحط فيها الفايل ده، والشير ده هخليه read only to everyone. اوكي. لو جيت على configuration manager هخش على software library applications. كان عندي طريقتين ان انا اعمل ابلكيشنز وباكجز. باكجز دي الطريقه القديمه، الكوماند دلوقتي ما عادش استخدمها، دلوقتي احنا شغالين بالابلكيشنز. كريت ابلكيشن، ايه الابلكيشن اللي انت عاوز تعمله او فين الام اس اي بتاعه؟ لازم تدي له الباص كشير. فانا هقول له الفايل موجود ك اس سي ام 01 ابس الفايل. ملحوظة هنا بس عاوز انبه لكم، انبه عليها. لو انا اخترت ال MSI فايل كده، لما هاجي اعمل داونلود للابلكيشن ده وابتدي اعمل سيت اب، فهيداونلود اي حاجة موجودة في الفولدر ده. فمثلا لو انت عندك ابلكيشنز تانية حاططها في الفولدر هنا 7 زي مثلا ورار اوفيس مش عارف ايه، فهو هيداونلود كل الفولدر. فالافضل ان انت بتعمل فولدر تاني تسميه مثلا 7 زيب وتحط فيه الام اس اي بتاعته، ولما تيجي تسلكت من هنا هتسلكت الفولدر وتختار جوه، بحيث لما يجي يعمل داونلود يمينيمايز حجم الحاجات اللي هيداونلودها وداونلود الحاجه اللي انت محتاج تعملها سيت اب بس. هقول له اوكي نيكست، هو باي ديفولت نيكست. الداتا بتاعتك هي مين، من الببلشر بتاعك، الفيرجن لو انت عاوز تدخل الداتا ديت، والسيت اب فايل او سيت اب كوماند. فهو ده انا هستخدم حاجه اسمها ام اس اي اكزيك على جهاز بنتسطب من خلالها الام اس اي باكجز، وسلاش كيو اللي هي كوايت او كويت كوايت اللي هو مش هيظهر بوب ابز لليوزر تساله انت عاوز تسطب بشكل ايه والكلام ده. عاوز تسطب الكلام ده عاوز تنستول يوزر ولا انستول سيستم؟ او انستول ديفايس اذروايز انستول فور يوزر. احنا هنعمل انستول فور سيستم. انستول فور سيستم معناها ان انا هديبلوي الباكج ديت على كوليكشن نوع ديفايس مش كوليكشن من نوع يوزرز. اقول له نيكست نيكست. فكده انا عملت الابلكيشن بتاعي اللي هو 7 زيب. انا محتاج اعمل حاجتين بعد كده. اول حاجه هديستريبيوت الكونتنت، اوزعها واديها على الديستريبيوشن بوينت بتاعتي، اختار الديستريبيوشن بوينت اللي انا هحط عليها الداتا ديت. اوكي نيكست نيكست كلوز. لو جيت في المونيتورنج تحت الديستريبيوشن ستاتس كونتنت ستاتس هتلاقي هنا 7 زيب لسه لغايه دلوقتي محصلوش ديستريبيوشن. هنعمل ريفرش كده بقى 100%. طبعا كده حصل ديستريبيوشن، كده اقدر اعمل الخطوه الثانيه اللي انا ادبلوي الابلكيشن ده على كوليكشن معينه. زي ما احنا اتفقنا الديبلوي ما بيتمش غير على كوليكشن، مش ينفعش تعمل ديبلوي على ديفايس. بما اننا كررتنا الابلكيشن ده فور سيستم لازم تديبلوي على كوليكشن سيستم. لو انت عملت ديبلوي على كوليكشن يوزرز الديبلويمنت ده مش هيسمع ومش هيظهر للناس. فخلينا نيجي هنا هنقول ديبلوي. زي ما اتفقنا الكوليكشن لازم نختارها كل ديفايس كوليكشن. هختار مثلا اول سيستم. اوكي نيكست. هنا كان تقدر تعمل ديستريبيوت تاني بس احنا اوريدي عملنا الديستريبيوت.
في نوعين من الانستليشن، افيلابل وريكوايرد. افيلابل متاح لليوزر يحب يعمل انستول او لا براحته، ريكوايرد كده كده الابلكيشن ده هينستول عند اليوزر، حتى لو اليوزر عمل له انستول الابلكيشن هيحصل له انستول تاني. هتحب تنستول الابلكيشن ده امتى؟ وقت معين ولا من اول ما يحصل ديبلويمنت as soon as possible؟ اليوزر اكسبيرينس، النوتيفيكيشنز اللي هتظهر لليوزر هي ايه، مقدارها ايه، انت عاوزها تظهر ولا لا، مينيمم ولا لا، عاوز تطلع اليرت لو حصل فيل لعملية الانستليشن ديت، دي السمري بتاعتنا الاوبشن اللي اخترناها. نيكست كلوز. لو دخلت هنا في deployments هتلاقي حصل له deploy على all systems. انا دخلت على ال Windows 8 هخش على ال control panel بتاعتي، actions، machine policy retrieval، و application deployment evaluation cycle. افتح ال software center عندي. software center ده الجزء من ال configuration manager client، زي ما شايفين دول عامل loading and installing software على طول، وفي يقول لك في changes required من ال ID بتاعك، وهي 7 zip اهي. لو دخلت على installation status هتلاقي بيقول لك downloading داونلودنج، هو دلوقتي بيحاول انستول زي ما انتم شايفين الدنيا اوتوماتيك علشان انا اخترت ريكوايرد. سوفت وير سنتر ده بيقول لك هنا الاستيشن كومبليتد. سوفت وير سنتر من خلاله انا بقدر اتيح لليوزر يشوف الابلكيشن اللي انا متاحها له، الابديتس والاوبريتنج سيستم، ويقدر يعمل انستليشن ليها ويقدر يتابع الانستليشن ستاتس. لو دخلت هنا على الستارت سيفن زد فايل مانجر بقى موجود عندي انستولد اهو، فانا بالشكل ده قدرت اعمل انستليشن. طيب عاوز اوريكم حاجه بس في الاس بي سي، على السي ويندوز سي سي ام كاش، ده الفولدر اللي كان فيه السيفن زد حصل له داونلود هنا، والانستليشن حصل من لوكال، مش من على السيرفر، ما سحبتش عن الفايل من السيرفر، لا عملت له داونلود لوكال الاول وبعد كده بدات الانستليشن. الفولدر اللي اسمه اس ام كاش ده باي ديفولت تقريبا حجمه 5 جيجا. خلينا نشوف من الكونفجريشن مانجر كاش كونفجر سيتنجز حجمه 5 جيجا، ولو انت عاوز تغير المكان بتاعه بدل ما هو على السي ويندوز، ولو انت عاوز تديليت الفايلز من هنا، ولو انت عاوز تديليت فايلز ريموتلي من على السيرفر. شفنا ان احنا ديت متاحه من خلال الريموت كليك رايت كليك تولز بس. فاحنا بالشكل ده شفنا ازاي نقدر نعمل ديبلوي لام اس ام اس اي فايل. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف ازاي نقدر نتعامل مع AXE files.